رجلي لا ما تشدهمش عطيتك. صافي اجا بابا سير بابا سير بابا سير. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مره اخرى من هنا، ومع بدايه موسم دراسي جديد تتجدد معاناه هذه الاسر. ومن اقليم حاجب مشاهدينا، ام محروقه قلبها على بنتها، او امهات محروقين قلبهم على بنياتهم اللي عندهم وضع خاص واللي هما من ذوي الاحتياجات الخاصه، واللي كيقولوا انه تم حرمانهم. بنتي حرمان بنتي هضر معاها حرماتها جمعيه من التمدرس بسبب كونها من ذوي الاحتياجات الخاصه. هذا الشيء اللي غادي نسمعوه مشاهدينا، ضيف صادم الان من عند هاد الناس، زوج ديال البنيات من ذوي الاحتياجات الخاصه لحد هذه الساعه ما كيقراوش، مع العلم ان لهم الحق في التمدرس مع توفير كنعرفوا المجهودات اللي دارت الدوله المغربيه واللي دار صاحب الجلاله والعنايه ديالو الفائقه بهاد الشريحه من المجتمع. شريفه انتم معنا الان على المباشر، شنو وقع شنو وقع لهاد؟ انا قلتها علاش البنيه ما قراتش هاد العام عاوتاني؟ جينا كنتو تواصلتوا معنا المره القادمه ونقلتوا رسالتكم انه كان جا واحد الالتزام، ومن اللي ما بغيتوش تسنيو داك الالتزام ما بغاتش البنت، ما بغاش شديهم من داك العام، من داك العام ما بغاش شديهم من داك الالتزام. دابا ملي جا هاد الموسم جا الشيفور، راني قلتها لك جا الشيفور هزهم، قال لي ما محقيش، قالت لي ما تجيبهمش ما يهزهمش ما يهزهمش. انا تعرضت له بيدي ما نعرف مني، ما شديت ديك الورقه. وهذا العام ملي بدات القرايه عاوتاني مشيتي كتقلبي؟ لا ما قلبت ما والو، ملي تعرضت للشيفور جا الطوموبيل كتطوط هنا، ملي خرجت بغيت بنتي تقرا خرجتها، قال لي لا، قال لي هو الشيفور ما قال لي خرجتها الصباح، خرجتها في الصباح، قال لي من حقي، قال لي ماشي انا لبستيها، قال لي ما بغيتش ماشي انا ماشي انا، قال لك من المراه قالت لي ما تديهاش، من مولات الرئيسه الجمعيه، الجمعيه اللي قالت لي ما تديهاش، وراد نبنى عليها، راد نبنى عليها، راد نبنى عليها، وحتى حاجه ما ديالها، لا القسم لا كل شيء ديال سيدنا، الله يخلي لنا سيدنا. اختي سنت هي بنتك، هي بنتك شحال عندها تاني؟ دابا عندها 6 سنين ونص. مناش كتعاني؟ هي فيها شويه ديال التوحد والاعصاب، انا كنت قيتها في ديك الجمعيه. شحال وهي كتستافد من الجمعيه؟ ما كانش حتى شي عام، كانوا كيديوها اثنين والجمعه هكا مره مره، وهي دابا كتبقى تبكي لهم بزاف، تيقول لك ما خصهاش تبقى تبكي وداك الشيء راك عارف. ايوا واحد النهار على ليكوش صيفطوا لي على ليكوش، وقالوا لي صيفطوا لي واحد اخر، انا ما رضيتش اخويا صيفطوا لي واحد اخر، وباها خدامه على هاد البنيه ما بغيتش يصيفط لي واحد اخر، وانا طالب كنت كنطالب منهم تصرويت حصي الحراكي وما كاينش. وواحد النهار فاش جات عندي الرئيسه حتى لهنايا وقالت لي راه علاش ما بغيتي تصيفطي بنتك، قلت لها علاش انت مصيفطه لي واحد اخر، اجي قوليها لي انا ولا صيفطي لي انا في الواتساب، ما رضيتش تجي تقوليها لواحد اخر. هي قالت لي صافي عمر هاد الترانسبور هذا ما يدخل الدوار ولا يبقى يجي لهنايا. قبل حقا قلت ليكوش علاش؟ قلت لها علاش على داكشي ديال ليكوش، انا مال ليكوش دابا انت اللي كتعطيهم؟ انا اللي كنعطي لهم ليكوش من الدار، وداكشي كنعطي لهم كلشي من الدار، والحمد لله داكشي ديال الملك والله ينصر سيدنا. الحمد لله داكشي من عند الملك والله ينصر سيدنا، لا ترانسبور لا والو اخويا الحمد لله. كيجي الترانسبور دابا كيدي واحد البنت وحده اخرى، وحنا ولادنا ما كيديوهمش محرومين. الحاله ديال البنيه دابا مريضه، عندي تتعصب، عندي مريضه بالاعصاب، وانا كنت كنطالب لهم ترويض حصه الحركي، تيقولوا لي زعما فاش كانت كتمشي لهاد الحصص هذا الدعم اللي كان كيتعطى شويه الدريه ترفقات شويه والو اخويا. الحاله نفس الحاله نفس الحاله، كتمشي كتجي تبقى تعصب عليا، زادت الحاله تطورت اكثر، البنت كتبقى تعصب ليا بزاف، تصور كتبقى تضرب راسها. ما بحثتيش في بدايه هذا الموسم هذا انه تشوفي لبنتك يعني شي؟ لا فيت، المهم عالجتها، ما خليت، ما درت لها سكانير الشبكه، درت لها كل شيء، الحمد لله ما عندها حتى شي حاجه في الراس ديالها، هي فيها شويه ديال التوحد والاعصاب. ودابا طلبوا لي ترويض حصي الحركي، وانا راجلي ما عندوش، مره يجيبها ومره ما يجيبهاش، وعيت ما ندير لها، كنديها حتى للحاجه ندير لها الترويض، وعينيك عارف الظروف. ودابا كنت كنطالب انا عندك الجمعيه ترويض الحصي الحركي، كذبوا لا ما كديروش اخويا، كذبوا عليا، قالوا لي راه كاين وسعى كذبوا عليا. سينيتي عليه؟ ما سينيت ما والو، ما جابوا ما جابوا لي لا التزام لا حتى شي حاجه، ماشي بحال المره الاخرى. لا ما جابوا لي، صيفطوا لي واحد الوراق قال لي باش جدي معنا العام هذا العام. قلت لهم انا مني درتوا لي داك الحاله على داك ليكوش ما رضيتش، هذاك الشيء على من انا؟ قلت لهم ما رضيتش، وقلت له الحمد لله داكشي ديال المالك والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، حتى حنا وليداتنا بغينا يستافدوا، ما كنشدوا منهم حتى شي حاجه، ما كيستافدوا هاد الوليدات حتى شي حاجه، كنصيفط لهم ليكوش من الدار، وهما كلشي كيشدوا على قبل هاد الوليدات، علاش؟ علاش هاد الوليدات ما يستافدوش؟ علاش ما يستافدوش؟ محرومين من كلشي. دابا شحال في عمرها دابا؟ دابا عندها 6 سنين ونص، دابا داخله في 7 سنين، وما كتستافد مسكينه حتى بشي حاجه، محرومه.
علاش كيديروا معاهم ديك الحاله؟ صح حنا داكشي ديال الجمعيات حنا بغينا تمشي بنتنا وتندمج مع الدراري الصغار. تندمج معاهم ساعه ما كاين والو خويا. تتبقى غير في الدار. دابا تنتسنى تنقول يا ربي تنتمنى بنتي تانا تمشي لديك الجمعيه وتستافد بحالها بحال الناس. شوف انا بنتي تتقرا واخويا ما كاين والو. وهذا دابا ليلى مسكينه كشي كتدخل شي طوموبيل. وتانا بنتي تصور انا بنتي كيدوز الناقل محدا الباب ديالي تتبقى تبكي تتبقى تتشوف الناقل تتبقى تبكي تتبغي تمشي تركب في الناقل. سيدي كتكذب انها هزات بنتها هي داتها للترونسبور وقال لها لا حيت اخويا هذيك مولات الجمعيه حلفت عليا هنا قالت لي شتي عمرها الترونسبور ما غيدخل لهنايا اخر مره وثاني مره قالتها لي في وجهي وربي اللي عالم عليا. قالت لك ما غاديش تبقى تدخل. صافي فاش قلت لها اودي علاش مصيفطه لي انا واحد اخر على داكشي ديال ليكوش وما تجيش تقوليها لي انتيا صيفطي لي انا في الواتساب. قلت لها صيفطي لي في الواتساب ولا عيطي لباباها. قلت لها قوليها لي انا وما تقوليهاش لواحد اخر انا باباها خدام على هاد البنيه الله يخليها لنا. الحمد لله اللي جات من عند الله. امين اخويا امين. داكشي اللي كاين وما تعرف الرزق اخويا ما تعرف الرزق مناش كيجي. داكشي اللي كاين اخويا ما تعرف الرزق مناش كيجي اخويا. الحمد لله على كل شيء حنا راضيين بها. داكشي اللي عاطينا الله نحمد الله ونشكره. حنا على قبلنا هذه كان يعني على الاقل حتى مدروس تفتح البنيه شويه. والو اخويا دابا محرومه من كل شيء غير في الدار اخويا. واش كاينه غير هاد الجمعيه غير وحده هي اللي كاينه؟ لا دابا كاينه واحد الجمعيه واحده اخرى عاد تتبني. لا باقي ما تحلتش. باقي ما وجدوش. باقي ما وجدوش المركز ديالها. لا باقي ما وجدوش. واش غتكون فيها هاد الخدمه اللي محتاجها بنتك؟ ما عرفتش اخويا باقي ما عارفينش دابا شنو غيكون فيها. هادو كانوا كيقولوا لك راه عندنا هاد الخدمه وهي ما كتاخذ. ما كاينش اخويا قالوا لي الترويد حس الحركي حقه غيكون حقه غيجي ساعه ملي كنمشي غتستافد من ساعه ما كاين حتى شي حاجه اخويا. ما كاين حتى لا ترويد كيمشي وكيحطوها في واحد البيت كتمشي وحدها تتبقى تجلس معاه. مشيت انا شفت كلشي بعينيا حيت مشيت انا عندهم الجمعيه كنمشي مره كنمشي نطلع على بنتي خاطري ما كيهنينيش كنمشي تبقى مسكينه بوحدها في واحد البيت وحده جالسه حداها ما كاين لا ترويض لا حتى شي حاجه. ما غير جالسه وصافي ما كاين لا ترويض لا حتى شي حاجه. صافي اخويا ومسكينه تصور كنصيفط لها ليكوش كنصيفط لها. ما كاينش يعني دروس ما كاين قرايه ما كاين لا دروس ما كاين لا حتى شي حاجه. ها انت تسول غير ليلى تقول لها لون السما كتقول لك لون السما كحل. يلاه هذيك ليلى من طرف عيشه كتقول لك لون السما كحل. يلاه شنو غادي دير اخويا؟ ما كتهضرش كاع. انا كنت والو اخويا كنت كنطالب انا داك الترويض حصه الحركه هو اللي كنت كنطالب منه. انا يا رسالتي انا كنطلب اخويا انا لهاد البنيتات حتى هما يقراو فحالهم فحال الناس تيستافدوا فحالهم فحال الناس وتنطالبوا لهم الترويض حصه الحركه لبنيتي انا والجميع المسلمين اللي عنده شي وليد مريض الله يخليه ليه. داكشي اللي كنطالبوا حنا اخويا. رسالتكم واضحه اختي. شكرا اخويا الله يجازيكم بالخير والله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا وخلينا تاج فوق الراس. شكرا اخويا. شكرا لك لله. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما كتابعوا معنا وحنا داخل. سميت هذه البلاصه اختي شنو؟ لا سميت الدوار هذا؟ نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كنتواجدوا هنا باحد المناطق هنا كتسمى بعين الحمراء باقليم الحاجب. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي سمعنا الان النداءات ديال امهات الان ديال الاطفال في وضعيه خاصه واللي هما فتاتين من ذوي الاحتياجات الخاصه وحده في عمرها 20 سنه والاخرى 6 سنوات ونصف محرومين من الدراسه لحد الساعه لاسباب كما سمعناها. كنتمناو انه يكون تفاعل ايجابي ومعرفه الاسباب الحقيقيه وراء حرمان هاد البنيات من حقهم في التمدرس واللي كيكفلهم القانون وكذلك واللي كاينه الحمد لله رعايه ساميه لهذه الفئه من المجتمع خصوصا وفي ظل يعني خصوصا في السنوات الاخيره ومنذ تولي صاحب جلاله عرش اسلافه الميامين كانت عنايه كبيره بهاد الشريحه. نعم معنا احد الاخوان شكون؟ معنا وين سي حميد؟ معنا سي حميد من ابناء المنطقه ومن الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج واللي صادف الحضور ديالنا هنا الحضور ديالو كذلك واللي تاسف لهذا الوضع هذا. سي حميد مرحبا بك. وي السلام عليكم سي منير صافا خويا كنتي مزيان كلشي بخير. في الحقيقه كنتواجد في هذا المكان هذا اللي كنلقى تقريبا الدراري انا ولد سبع عيون بالضبط ولكن راه بلادي انا المغرب كله بلادي. انا من طنجة حتى للقويره كلها بلادي. دونك فاش دخلت لهنايا لقيت الدراري كيتشكاو بان حالتهم ماشي هي هذيك ما عندهمش حتى باش يمشيو
الترونسبور باش يطلعوا للمدرسه ديالهم ما كاين حتى حاجه. ديجا كنت دخلت انا في هذا الموضوع هذا وكنت تلاقيت مع النائب السيد الرئيس ديال بودربلا كنت هضرت له في هذا الموضوع ديال النقل، كان وعدني بان غتكون شي حاجه ولكن حتى اليوم ما كاينش. ما كتفاجئني الاخت بان قالت لي راه كنخرج واحد النقل وداوه لبودربلا، هادشي مازال ما عرفت حتى حاجه ولكن غنطلع لبودربلا وغادي نتاكدوا من هذه القضيه. باقي لنا مساكن هذا الولد هذا اللي كيمشي تقريبا واحد المسافه ديال شفتي الوضعيه سي حميد هنا غادي هذاك ملف اخر النقل المدرسي. اجا بابا اليوم شفتي الحاله ديال هاد البنيات اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه واللي هي الحاله اللي استعطرتنا. واه والله العظيم الا بكيت كنبكي من قلبي لحقاش هاد البنيات هادو مساكن اللي من حقهم يمشيو يقراو ويديروا الروض اللي تحرموا هذه تقريبا عام من هاد المدرسه هادي، عام ولا عام ونص بان تحرموا هاد المدرسه هادي. كنطلب الناس باش يوقفوا مع هاد البنيات هادو، راهو بنيات مغاربه، بنيات ديالنا، بناتنا، بنات الجميع. هاد البنيات هادو مساكن باش يبقاو مرميين. البنيه صغيره خدامه كتبكي بغات تمشي للمدرسه وكيحلفوا بان ما يركبوش في الترونسبور. الترونسبور ما احتاجش لشي واحد، الترونسبور راه ديال سيدنا وحنا ولاد سيدنا، واي حاجه كانت نموتوا مع ولادنا. وانا اول واحد اللي غادي نكون كان واعد هاد الجاليه هاد الناس هادو بان الجاليه غادي نموت معاهم وغادي نعاونهم باذن الله. تبارك الله عليك وشكرا اختي منير. وهذو هما المغاربه الحمد لله، القلب الكبير والتضامن. هذه مبادره سمعناها على المباشر الان من احد ابناء الجاليه ومن ابناء المنطقه كذلك ومغربي حر مشاهدينا، اللي قال لك انه سمعناه على المباشر قال لك انه غادي نديروا المستطاع باش نكونوا مع هذه البنيات. كنتمنوا من الله انه نشوفوا كذلك تفاعل الجهات المعنيه والجهات المختصه فيما يخص هذا الملف، كذلك للجمعيه او المسؤولي الجمعيه حق الرد المكفول قانونا للرد على هذا الادعاءات او هذا الكلام اللي كيقولوا امهات هاد التلميذتين. شكرا لكم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، كان معكم مبعوث قناه شوف تيفي منير معطاوي من مكناس، من عفوا اقليم الحجب.